السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي ونور عيوني في قناتي. اليوم الفيديو فرحي مليان فعاليات شعبية، راح أوريكم أكثر الألعاب الشعبية في القرية. بس بالبداية لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. هنا لعبة الريشة الطائرة أو البادمنتون، شاركوا فيها أغلب عيال القرية اللي أعمارهم تقريبا من 20 إلى 30، يلعبوها قبل العصر غالبا. هنا بيلعبوا الكرة الطائرة، هذه بيبدأوا فيها بعد صلاة العصر، وغالبا أعمار اللي يشاركوا فيها يعني من 15 لـ25. بيجوها ناس من قرى وأماكن تانية، لها جمهور مرة كبير الكرة الطائرة، محبينها كتر. هذه برضو حقت أطفال القرية الصغار، لعبتهم المفضلة نطيطة، يلعبوها هنا في حواريهم يعني كل واحد وحارته. وبعد كل هالألعاب ومع نهاية العصر، خاصة يوم الإجازات يوم الأحد، يتفقوا الشباب على القطة، كل واحد يدفع مبلغ متفق عليه بينهم ويجمعوها ويشتروا عليها أساسيات الطبخ لحياتهم، يكون بينهم واحد ماستر شيف أو فنان طبخ زي ما يقولوا، يطبخ لهم الطبخ اللي يكون طعمه ما له بديل مع جماعة الأصدقاء، والانتظار لأحر من الجمر. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، انتظروا الفيديو القادم. إلى اللقاء.